الفلاحه دارقين ويخدموا اون اي برودكسيون انتاج وطني يساوي 25 مليار دولار لاول مره في تاريخ الجزائر. بعد ما طلعت سال البترول للفلاحه جابت اكثر من البترول اول مره. فلاحة 25 مليار دولار والبترول يدور حول 23-24 مليار دولار. يعني تحية خالصة، يعني هذه هي الجزائر اللي راه يطمح فيها كل واحد، هذه هي الجزائر اللي كانوا يحلموا بها الشهداء، قادرة بنفسها تنمي نفسها. الإرادة 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 سيتو، والروح الوطنية العالية. ولا واحد مطلوب منه باش يضحي بالأموال تاعو، لا، ربح من حقك تربح. والتاجر اللي يقول لي انا والو ما غنبقاش نربح، انت ما راكش تاجر، التاجر لازم يربح. كاين الربح الحلال وكاين الربح المقبول وكاين الربح اللي هو يعني يدخل في امور في امور اخرى، ما بقاش ربح شرعي مشروع. اذن بالاضافه الى احنا قلنا 5 مليار دولار نقصها من الاتكال على البترول. إذا كان الاقتصاد نتاعنا صباح يرتكز على ما على مدخول تاع بترول تاع 15 مليار دولار والشيء الآخر اللي مشى من البترول يجيبوه القطاعات الأخرى، خلاص دخلنا في طريق النجاة نهائيا.